السلام عليكم جمهور قناة العصر. المقطع ديال اليوم راه غيبدا من هنا من سوق القرية، راه السوق راه عامر انتما كتشوفوا من ورايا، وجوه رائعة وبزاف الحوايج طراو في السوق. كنتمنوا التوفيق للبيعة والتوفيق حتى الناس اللي جاوا يشريو، وكنتمنى أي واحد ما كيفهمش الكلاب يجي مع شي واحد اللي يشوف له الكلاب باش يخش الكلب اللي عجبه من بعد، خصوصا إلا كان صغير ما غيبانش ليه، ملي غادي يكبر غيتبدل عليه الكلب. اللهم من الأفضل يجيب شي واحد عنده دراية اللي يوقف معاه وياخذ لك ليه زوين، وحتى الثمن يكون مناسب. ونتمنى التوفيق للجميع، وأي واحد شاف الفيديو يدير لايك، أبوني، فعلوا الجرس باش تزيدوا احتراماتي للجميع، ديروا ديديكاس اللي بغا راه غندوزو عليه ان شاء الله. خليو لنا في مقطع، تحيه للاخ عبد الرزاق. ابوني تعاونوا معنا، الله يسخر الجميع. شكرا لكم وشكرا لعائله قناه العصر الصغيره والكبيره. هذه واحد ديديكاس، وهذا ديديكاس لواحد الاخ بغى يترحم على والديه. اي واحد شاف هذا الميساج ترحموا لي على والديه، راه نخليكم الكونت ديالو، الله يجعل لي مغفره الذنوب ليه والامه ديالو والامه محمد صلى الله عليه وسلم، والله يجعل لي مغفره الذنوب والوالديه، ونتمنوا لاي واحد الرحمه والمغفره ان شاء الله. السلام عليكم خويا، كي داير بخير؟ هاني امان الله، الله يحفظك. اش من سوله اللي عندك هنايا؟ الريد نوز. راه الريد نوز تبارك الله ما شاء الله، انت كتشوف شي حاجه ضخمه. شحال الثمن خويا؟ بجوج درهم. 2000 درهم. وشحال عنده في السن؟ 19. راه عنده 19. كارني د فاكسان كاين اخويا؟ راه كاين الكارني، كلشي اون ريك تبارك الله ما شاء الله. هذه النتوه ديالو؟ هذه النتوه ديالو تبارك الله ما شاء الله، شي حاجه ضخمه، عشاق الكلاب الضخمه. شحال عنده في السن؟ 19 شهر. راه عنده 9 شهور، كارني د فاكسان كلشي اون ريك. والثمن ديالها؟ درهم اخويا. الثمن 2000 درهم بياسه، اللي بغى شي حاجه 4000 درهم بجوج. راه تذكروا انتوا اللي بغى شي حاجه، نخليكم الرقم ديال الاخوه تواصلوا ليا معاهم. شحال الرقم؟ 06 84 54 51 56. هذا هو الرقم ديال الاخ اللي بغى شي حاجه تواصلوا ليا معاه. الروت هنا راه كاين الروت وايلر، الثمن ديالو 3000 درهم. شحال عنده في السن؟ راه عنده عامين تبارك الله ما شاء الله. كارني د فاكسان راه كلشي اون ريك، اللي بغى شي حاجه تواصلوا مع الاخ، راه شي حاجه في الخدمه قال لكم الاخ، اللي بغى شي حاجه تواصلوا ليه مع الدراري، الله يسخر، اللهم بارك، الله يحفظك خويا. احتراماتي. السلام عليكم اخي، مرحبا مرحبا، وتحيه للناس ديال درب كبير وكاع الناس ديال الفقراء عين الشق، مرحبا اي منطقه، مرحبا بكم، الله يحفظك. هشام السبع. مرحبا بخي هشام السبع، الله يحفظك. عنده الروط ويلر، شحال عنده في السن؟ راه عنده عام ونص. كارني د فاكسان راه كاين الكارني، كاين كلشي، انتم كتشوفوا راه السوق عامر. سمحوا لنا على التصوير. الكارني ديالو؟ الكارني ديالو وريقه د فاكسان، كلشي اون ريك، راه بالوريقات ديالو وكلشي. الكارني ديالو شحال عنده في السن؟ عنده عام ونص. راه عنده عام ونص، اللي بغا غنخليو لكم الرقم. هيا بغا يورينا لي فاكسان. اخر فانسان بابسا 30 اكتوبر، 30 اكتوبر 2019. تبارك الله ما شاء الله، الله يسخرك لي زوين خويا. احتراماتي، الله يحفظك. الثمن 3500. الثمن 3500 درهم اللي بغا تكير. قابله التفاوض. وشحال عنده في السن؟ عنده عام ونص. جميل اكثر. راه عنده عام ونص. انتما كتشوف. كيضرب لين شو مع راسه. اللي مهلي. مرحبا، راه مهلي فيه الاخ هادشي اللي كاين، الله يسخر. الرقم ديالك؟ 06 59 73 70 دبل زيرو. دبل زيرو، هذا هو الرقم ديال الاخ اللي بغاه، هشام السبع. تحيه للناس ديال عين الشق، الله يحفظك. جميع انواع كلاب الحراسه الصيد، اللي بغى شي حاجه عنده تواصلوا معاه، راه غيوريكم كاع كليبات ان شاء الله، الله يسخر، الله يحفظك. الصيد تاع القنص تاع الحراسه تاع كلشي. مرحبا، الله يحفظك خويا. احتراماتي. انتما كتشوفوا كليب تبارك الله ما شاء الله. مرحبا. اللي بغى راه 3500 درهم، راه خلينا الرقم في الفيديو، راه شاد شي حاجه في الدريساج قال لكم الاخ، وراه عنده تسولات اخرين، والرقم راه في الفيديو اللي بغى شي حاجه. شكرا لك اخي. احتراماتي، الله يحفظك، الله يحفظك. مرحبا، الله يسخر، الله يسخر. صحيبي هنا الروتويلر، مرحبا. شحال عنده في السن؟ عنده 35 يوم. راه عنده 35 يوم تبارك الله ما شاء الله. ذكور انتاوي؟ ذكور انتاوي؟ الكوره ونتاوي. راه دي مالي دي فيمل. الكوره ونتاوي السن ديالو 35 يوم. 35 يوم. الثمن 1700 درهم. الثمن 1700 درهم. اللي بغى شي حاجه انتما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله، شي حاجه زوينه. هاو الاب ديالو كوستوك كوستوك، انتما كتشوفوا راه الاب ديالو شي حاجه زوينه تبارك الله. ماشي زيد
كما كتشوف تبارك الله هذا هو الاب ديال هذا راه شي حاجه زوينه تبارك الله ما شاء الله. الثمن هنايا 1700 درهم. 1700 درهم والرقم 06 74 81 74 52 هذا هو الرقم ديال الاخ اللي بغى شي حاجه تواصلوا ليه معاه. ها هو الاب ديالهم خاص نرجع له باش يبان هذا الشيء. هذا هو الاب ديال هذ الكليبات تبارك الله راه كليب زوين. هذا شيء تبارك الله ما شاء الله. شحال عنده السن تتكير؟ عنده عام ونص. راه عنده عام ونص. هذا هو الاب ديال هذ البورتي اللي شفتو دابا. با مراه ولد الشامبيون ماروك. الاب ديالهم قال لك هو الابن ديال الشامبيون دي ماروك راه الاب ديالو بيديكري. راه كليب زوين تبارك الله هذا الشيء اللي نقول لك. الله يسخر الله يحفظك خويا تبارك الله عليك. هاك انت ما كتشوفو تبارك الله ما شاء الله. الله يسخر. امين. صحيبي المالي هو هنايا. هاك انت ما كتشوفو حنا نشوفو مع الاخ. راه كاين المالي هو هنايا الكورة ونتاوي ياك اخي. اه الكورة ونتاوي. هاك انت ما كتشوفو تبارك الله ما شاء الله. شحال عنده في السن؟ عنده تقريبا شي شهر وست سيمانه. راه عنده شهر وسيمانه. مرحبا مرحبا الاخ دولاره معروف دولاره معروف. الله يسخر تبارك الله. هذيك كاس الولاد مدينه ودرب السلطان. مرحبا. ها هو مرحبا. شحال الثمن؟ الثمن 1000 درهم حيت لهم 200 درهم. 1000 درهم للبياسه راه بحال الكوره بحال نتاوي. مرحبا هذيك كاس الاخ دولاره تا هو هذيك كاس الولاد المدينه تا هما. الله يسخر تبارك الله. راه 1000 درهم هنايا راه كاينين الكوره ونتاوي ياك. اه الكوره ونتاوي. الكوره ونتاوي والرقم 06 62 53 20 30. هذا هو الرقم ديال الاخ اللي بغى هاد المالينوا تواصلوا ليه مع الشاربوني. السن ديالهم شي شهر وسيمانه. راه عندهم شهر وسيمانه. الله يسخر الله يحفظك خويا. هنا خويا اش كاين الكاني كورسو؟ كاني كورسو. راه الكاني كورسو انتم كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. شحال عنده السن؟ عنده شهرين دومو. راه عنده شهرين تبارك الله ما شاء الله. راه الكاني كورسو اللي بغاه شي حاجه ضخمه غيطلع ضخم هذا. شحال الثمن؟ 5000 درهم اللي بغاه يتصور. الثمن راه 5000 درهم اللي بغاه راه يتصور معكم الاخ. راه الكاني كورسو انتم كتشوفوا. والرقم 036 17 94 هذا هو الرقم ديال الاخ اللي بغى شي حاجه تواصلوا ليه مع رسول الله الكاني كورسو. عشاق الكاني كورسو راه بياسه زوينه تبارك الله. الله يسخر الله يحفظك. الرقم في الفيديو اللي بغى شي حاجه. مرحبا 5000 درهم راه يتصاوب معكم الاخ. مرحبا بيكين وان شوفها. مرحبا خويا هاني الله يحفظكم. كاينه بيكين وتايا. شحال عنده في السن؟ هذه عند 4 شهور. راه عند 4 شهور اللي بغى شي حاجه تواصلوا ليا مع الاخ. راه الرقم في الفيديو راه مع الكاني كورسو. هذه البياسه هذه راه بيكينو عند كارنيت فاكسين. عندها راه كاين الكارني كاين كلشي. الثمن هذه 1000 درهم. الثمن راه 1000 درهم اللي بغى شي حاجه. الله يسخر الله يحفظك خويا تبارك الله عليك. الله يحفظك. مرحبا. واش كاين هنا محسن؟ عندي توايا وكشاره. وكشاره لتحت؟ اه وعندي اخويا الروط. هنا راه كاين الروط؟ الروط ومتوا ديال اليوكشير. متوا ديال اليوكشير؟ اللي بغى شحال شحال على الروط شحال السن ديالو؟ عندهم شي شهر ونص كياكلوا. الروط راه عندهم شهر ونص راه مصومين كياكلوا كل شيء. واليوكشير؟ اليوكشير راه عنده خويا. راه نتيوا عنده راه عنده 7 شهور فاكسيني. وعندي كانش بيشو. وكانش هنا بيشو. اش من بيشو؟ بيشو هافانا. بيشو هافانا انتم كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. بدي يشوف بدي يشوف. صغار في السن هذو. عندهم شي شهر ونص. راه عندهم شهر ونص. بدي يشوف بيض. اللي بغى شي حاجه راه حنا كنتواجدوا مع اخ محسن. جبد باش يشوف الناس. هاتي ما كتشوفو تبارك الله ما شاء الله. حاجة طوب. راه شي حاجة نونوس. وري. من تما هاتي. تبارك الله ما شاء الله. كاين المارو. هو شنو المارو تا هما حطهم ليه فوق هنا. هاتي ما كتشوفو الكليبات اللي عند محسن. راه اللي بتي طاي هنا. راه كاين تا الروط. كاين تا بزاف السلالات غتشوفهم في الفيديو ان شاء الله. هاتي ما كتشوفو. كاين تا الريد نوس هنا عند الدراري. الريد نوس هما جوج وليدات. هذا راه جوج وليدات. الريد نوس شحال عندهم في السن؟ عندهم شي شهر ونص. راه عندهم شهر ونص. هاتي ما كتشوفو تبارك الله ما شاء الله. مرحبا. خلي لكم الرقم ديال الاخ محسن. محسن قلنا الرقم. محمد حيد هذاك الشيء. 06 29 36 47 هذا هو الرقم ديال الاخ محسن اللي بغى شي حاجه توصلوا. 35 في الاخر غتشوفوا الرقم مكتوب عاوتاني على الشاشه. الله يسخر الله يسخر. مرحبا تعطيده صافا بخير. وتحيه الناس ديال الزيروكات حي مولاي رشيد حي السلامه مبروكه كاع النواحي. كلنا خوت كلنا خوت الحمد لله. الله يسخرك تبارك الله عليك. الله يحفظك.
حنا ولكم الخانات زيد يلاه مرحبا مرحبا انا نجي عندك اش كاين بيرجي كاسي هذا عندهم شهرين الكره نتاوي راه بجوجهم الكره الثمن الثمن 1500 درهم راه بجوجهم الكره ياك اخي عندهم شهرين الثمن 1500 درهم والرقم راه 06 27 36 67 12 هذه هي النمره 06 27 36 67 12 الاخ زكريا اللي بغا هاد الكليبات راه بيرجي المون كاسل تواصلوا ليا معاه الله يسخر الله يحفظك راه عنده حتى الهاسكي عنده شي سلالات اخرين راه الا مشينا عنده راه غنصورهم شعر المهم اللي بغا شي حاجه تواصلوا ليا معاه كما كنشوف الله يسخر قادر التعضيضه الله يسخر الله يحفظك مرحبا احتراماتي الله يسخر لك